السلام عليكم ورحمة الله. طلبتي الأعزاء، تعالوا النهاردة نشوف أبليكيشن على الستيدي ستيت ايرور، الحصة اللي أخدناها المرة اللي فاتت. إحنا في الستيدي ستيت ايرور، بس عشان أفكرك إنه إحنا اتفقنا إنه لو سيستم يونيتي فيدباك الاتش بواحد، فأنا أستطيع إن أنا أجيب الستيدي ستيت ايرور بمجرد النظر، بمجرد النظر انه انا ببص للاوبن لوب سيستم للجي اتش اوف اس واشوف العدد الجذور الصفريه اللي موجوده في المقام كام. الان كابيتال ده احنا سميناه ان هو السيستم تايب، والسيستم تايب ده عدد الجذور الصفريه في المقام. يعني لو ان بزيرو فيبقى اس اس زيرو بواحد، وبالتالي ما يبقاش فيه جذور صفريه، هيبقى في الصف الاول، حاله في الصف الاول. لو ان بواحد يعني في جذر صفري وحيد، يبقى ده سيستم تايب واحد. لو ان باتنين يبقى سيستم تايب اتنين، وعلى حسب الانبوت اللي داخل السيستم اذا كان يونت ستيب او رامب او بارابولا، فبشوف ايه الايرور. يعني اذا كان السيستم تايب زيرو وداخل معايا يونت ستيب، يبقى في ايرور واحد على واحد زائد كي بي. وعرفنا احنا الكي بي باللي هو ليميت اس لما تقول الزيرو جي اتش اوف اس. اذا كان سيستم تايب واحد وداخل عليه يونت ستيب، يبقى ايرور بزيرو ما فيهاش كلام، وكذلك سيستم تايب 2. لو كان داخل عليه يونت رام، بيبقى الايرور بواحد على كي في، والكي في بيساوي ليميت اس لما تقول الزيرو اس في الجي اتش اوف اس. تعالوا النهارده ناخد مثال على الكلام ده، بس هناخد مثال نراجع فيه اكتر من حاجه، نراجع فيه الموديلنج، نراجع فيه البلوك دايجرام ريدكشن، وبعدين كمان نشوف عليه الايرور. المساله زي كده، ليكويد ليفل سيستم، وليكويد ليفل سيستم دوت داخل له كيو ان وخارج منه كيو 2، و فور ذا ليكويد ليفل سيستم شور ان فيجر 1 ان ويتش كيو ان از ذا انبوت فلو ريت اند كيو 2 از ذا سيستم اوتبوت. اول حاجه كاتب موديل اند كونستراكت ذا بلوك دايجرام اوف ذا سيستم شو ذا فاريبل بارامترز اوفر ذا ذا بلوك سيستم اروز. يعني هنرسم البلوك دايجرام، وكل سهم موجود في البلوك دايجرام نكتب عليه الفاريبل بتاعه اسمه. بعد كده بعد ما تعمل الكلام دوت هيبسط هو الامور شويه، يعني هيخلي ايه 1 تساوي ايه 2 تساوي ايه، يعني التنكيه زي بعض بالظبط، وبرده التو فالفز دولت الريزيستنس بتاعتهم زي بعض بالظبط. في الحاله دي احسب الترانسفير فانكشن كيو 2 على كيو انبوت وثبت شو ذات ذا سيستم ويل بي اوفر دامبد. اوفر دامبد يعني سيدا تكون اكبر من الواحد، يعني دي هنعمل ريفيو على السيستم ريسبونس وات ايفر ذا فاليوز اوف ذا تانك كاباسيتنس اند ريزيستنس. وبعدين رقم سي، اف يونيتي فيدباك لوب از امبلمنتد فور ريفرنس ستيب انبوت كيو ار، وات از ذا فاليو اوف ذا ستيدي ستيت ايرور ان ذيس كيس. يعني لو حطيت جهاز قياس هنا وهيقيس الكيو، وبعدين عملت يونتي فيدباك مع كيو ار، الايرور يبقى بكام؟ طب اول حاجه عشان اعمل الموديل لازم اجيب الدرايفنج ايكويشنز اللي هي تو بريزنت الداينامكس بتاع السيستم دوت. فانا عندي تانكين، التانك الاولاني الستورد ووتر هنا اللي هو الاي في الاتش دوت فوليومتريك فلو ريت بتساوي الفارق بين الداخل وبين الخارج كيو ان ناقص كيو 1، على اساس ان ده هو الفوليوم اللي انا بطبق عليه القانون. والكيو 1 دي لو هو لامينار فلو هيبقى دلتا اتش، اتش 1 ناقص اتش 2 على قيمه الريزيستنس ار 1. بالنسبه للتانك الثاني هيبقى اي 2 في اتش 2 دوت بتساوي الفرق بين الداخل والخارج كيو 1 ناقص كيو 2، وكيو 2 دي بتساوي اتش 2 ناقص 0 على R2. دي هي الدرايفنج ايكويشنز واللي كنا اتكلمنا عنها في المحاضرات الاولى في الكورس. علشان اعمل بلوك دايجرام لازم اخد لابلاس عشان اتخلص من الديفرنشالز. فلما اخد لابلاس هنا الدوت هتنزل باس، يبقى a 1 في s في h في s بتساوي q input ناقص q 1، يبقى ال h في s بتساوي 1 على a s في فرق ال q. والكيو واحد هنا ما فيش ديفرنشالز، فاللابلاس ترانسفورم هيبقى بسيط جدا، لانه بس انا بفصل الكومبوننت عن الفاريبلز، فيبقى 1 على ار 1 في اتش 1 ناقص اتش 2.
بالنسبة للتانك التاني نفس الكلام، بالنسبة للريزيستنس التانية برضو نفس الكلام. الفرق انه هنا هيبقى اتش 2 ناقص 0، وهنا هيبقى كيو 1 ناقص كيو 2. الكلام دوت جيت جمعته تاني اهو باختصار شديد ورسمت له البلوك دياجرام، واتفقنا انه هنا في زائد وناقص اهو، يبقى سامينج بوينت داخل الكيو ان بالزائد والكيو 1 بالناقص. الفرق اتخزن في التانك فطلع لي الهيد 1، اتخزن لانه واحد انا اس دي انتجريتور زي ما اتفقنا، والاي 1 هو الثابت اللي معاه، فطلع لي اتش 1. المعادله الثانيه اتش 1 ناقص اتش 2، يبقى هنا سامنج بوينت اتش 1 بالزائد واتش 2 بالناقص، وبعدين الفرق الاتش على الريزيستنس يديني كيو 1. ندخل على التانك التاني كيو 1 ناقص كيو 2 اهو، الفرق اتخزن في التانك بقى اتش 2، اتش 2 اتقسم على ار 2 يديني كيو 2 الاوتبوت اللي هو المطلوب. يبقى هو ده البلوك دياجرام، وادي البارامترز اللي هي موجوده على كل الاسهم. هنا هنا هيبقى في دلتا كيو، يعني اللي هو فرق كيو ان ناقص كيو 1، وهنا كيو 1 ناقص كيو 2، ويبقى هو ده المطلوب الاولاني في المساله. المطلوب الثاني علشان اجيبه هو عمل لي تبسيطه شويه ممكن استغلها هنا عشان بس تسهل الامور، لكن عشان اجيب انا البلوك دياجرام ريدكشن لازم التيكو بوينت دي يعني اجيبها ورا شويه، والسامنج بوينت دي ارجعها بره خالص. فالكلام دوت علشان نعمله، واحنا اتفقنا انه التيكو بوينت مع السهم هنا هقسم على البلوك دوت، يعني هقسم على واحد على واحد على ار 2، يعني هضرب في ار 2. فالتيكو بوينت طلعتها بره اهو وضربت في ار 2 هنا، تمام. وبعدين السامنج عكس السهم برضو هنقسم، هنقسم على واحد على واحد على اي اس، يبقى هضرب في اي واحد اس اهو، ضربت السيجنال. وبعدين بدل ما خدها هنا لا طلعتها بره كمان وبقت داخلة اهي بالناقص، يبقى انت كيو 2 هتضربها في اي واحد في ار 2 في اس، وبعدين ترجع تطرحها من كيو ان. اسمها ايه بقى دلوقتي؟ اسمها بقى حاجة انا مش عارفها، لكن في هتطلع كيو في الاخر. طيب وبعدين 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 ادي الواحد على الاي اس، ودي السامنج دي كانت كيو واحد اهو راجع بالسالب، تمام. وبعدين اتخزن في التانك، وبعدين طلع لي هيد، وبعدين اتقسم على ار فطلع كيو، مفيش مشكله. وادي السامنج دي اهي، وادي التانك اهو التاني، وادي المحبس التاني الفالف التاني، وكده الامور تبقى اتخلصت انا من التيكو بوينت اللي هنا، واتخلصت من السامنج بوينت اللي هنا. والبلوك دلوقتي بقى في ثلاث حالات واضحه، هي حاله واحده متكرره ثلاث مرات. ادي هنا ممكن اقفل اللوب، وادي هنا ممكن اقفل اللوب، وبعدين ده كمان ممكن اقفل اللوب اللي فوق. طيب ايه اللي حصل هنا؟ ما عملتش حاجه، ضربت البلوكين دول في بعض وضربت البلوكين دول في بعض، فيهاش مشكلة دي خالص، وده هو المطلوب رقم A. طيب لما هاجي اسهل الموضوع انه A واحد يساوي A اتنين يساوي A، والR واحد يساوي R اتنين يساوي R، فاللوب ده انا اخلصه اخلصه ان هو الجي بتاعه ده زي ده بالظبط، الجي بتاعه بواحد على ARS والH بواحد، فيبقى الجي واحد على اي ار اس في واحد زائد واحد على ار اي ار اس في واحد، نضرب المقام تحت يبقى واحد على اي ار اس زائد ده يمشي يبقى لي الواحد واحد على اي ار اس زائد واحد، فده هيبقى واحد لما هقفل اللوب ده هيبقى واحد على اي ار اس زائد واحد، وده زيه بالظبط لما يتضربوا الاثنين في بعض هيبقى واحد على اي ار اس زائد واحد كل تربيع، ومعاهم فيدباك هنا اللي هو هيبقى ARS. لما تيجي تخلص للبلوك ده ها، بحيث انه G هيبقى واحد على ARS زائد واحد كل تربيع، والH هيبقى ARS، ونزل المقام تحت يبقى هنا دوت ARS تربيع زائد واحد زائد ARS، يبقى هيخلص بالشكل ده هوت، هيبقى الاول تربيع زائد التاني تربيع، الاول في التاني باتنين، اتنين ARS وادي ARS، يبقى هنا تلاتة ARS من الدرجة التانية فورشور، من الدرجة التانية فورشور. يبقى يفضل ان انا احطها على الجنرال فورم، الجنرال فورم بتقول ان معامل الاس تربيع يساوي واحد، ف
فانا هضطر اخد اي سكوير ار سكوير عامل مشترك، لما اخدهم عامل مشترك طلعهم بره اهو، يبقى هنا في 3 على اي تربيع ار تربيع، يبقى 3 على اي ار اس زائد 1 على اي تربيع ار تربيع. الصوره دي هي هتبقى الصوره العامه للسكند اوردر، يبقى الاوميجا ان سكوير بتساوي 1 على اي سكوير ار سكوير، و2 زيتا اوميجا ان بتساوي 2 3 على اي ار. طيب يبقى لو الاوميجا ان سكوير بواحد على اي ار سكوير، يبقى الاوميجا ان بتساوي الجذر التربيعي ليها اللي هي بتساوي 1 على ار، ماشي. و2 زيتا اوميجا ان بتساوي 3 على اي ار، يبقى زيتا بتساوي 3 على 2 اي ار في اوميجا ان، بس اوميجا ان بتساوي 1 على اي ار، يبقى الاوميجا ان هتروح مع الاي ار، يبقى الزيتا اتبقت لي ب 3 على 2 اكبر واحد اكبر من واحد، وبالتالي يبقى فعلا السيستم اوفر دامبد بصرف النظر عن قيمه الاي كام وعن قيمه الار كام. اذا كانوا التانكين متساويين ورا بعض بالشكل دوت، يبقى على طول السيستم ده هيبقى اوفر دامبد، يعني انا ما اقدرش اقول على السيستم ده ان هو هو سكند اوردر، سكند اوردر بس هو عباره عن تو فيرست اوردر تو جيس. وزيتا اكبر من واحد it means what it means انه الجذور هتتحلل لجذور صحيحة مختلفة، جذور صحيحة مختلفة. طيب بعد كده هو بيقول لي if unity feedback loop is implemented for reference step input QR here desired Q، يعني انت عايز Q2 تساوي كام، what is the value of the steady state error، ادي unity feedback هنا في سهم طبعا وطرحته من reference value، الفرق هو اللي دخل على السيستم وعاوز يحسب الايرور في الحالة دي. ففي الحالة دي هنا الكلام دوت مفيش ولا جذر صفري، في جذرين صحيحين لكن مش عند الصفر، لانه مفيش حد مطلق، مفيش اس مفيش اس لحالها موجودة كجذر، في حد مطلق هنا فما اقدرش اخد الاس عامل مشترك، فيبقى هنا السيستم طيب بزيرو ومدخل ستيب انبوت زي ما هو قال اهو ستيب انبوت، يبقى انا الايرور عندي في الجزء ده في الجدول، في الجزء ده في الجدول كان بواحد على واحد زائد الكي بي، فيبقى الايرور بواحد على واحد زائد كي بي، والكي بي البوزيشن ايرور كونستانت بيساوي ليميت اس لما تقول للزيرو في واحد على الجي في الاتش. طيب حط اس بزيرو يا سيدي، يبقى ده هيمشي ده هيمشي، يبقى لك واحد على واحد بواحد، يبقى الايرور بيساوي نص. يعني السيستم اللي انت شايفه ده لو انا عملت له يونيتي فيدباك ورحت عملت له ريفرنس هيبقى الايرور ب 50%، 50% which is very very large amount of steady state error. يعني لازم انا كمهندس تحكم اتدخل علشان اقلل الايرور دوت بقدر الامكان، لازم هضيف هنا كنترولر بحيث ان انا اقلل الايرور ده بقدر الامكان. هناخد مساله زي كده في التيتوريال اللي جاي بحيث انه احنا كمان نقدر نشوف الراوث استابيليتي، فان شاء الله اشوفكم على خير في التيتوريال اللي جاي. شكرا والى